ينضم لينا دلوقتي زميلنا صلاح عقدة من الكويت. يا مساء الفل عليك يا صلاح. مساء الفل لزميلتي العزيزه شيماء صابر من هنا من مقر اقامه منتخبنا الوطني. كل التحيه لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. صلاح، عايزه اطمن منك طبعا على احوال واخبار بعثه منتخبنا الوطني الاول، وطبعا احنا عندنا اخبار ان المفروض صلاح يوصل النهارده. كلمنا كده برضو عن الحاله اللي بيعيشها منتخبنا في الفتره دي، هل في حاله انسجام موجوده دلوقتي ما بين اللعيبه؟ الدنيا عامله ازاي قبل اللقاء الاكيد هام، رغم ان هو ودي قصاد المنتخب المصنف الثاني عالميا، منتخب بلجيكا يوم الجمعه القادمه؟ خليني اقول لك زميلتي العزيزه شيماء، يمكن حاله من التركيز الكبير هنا في معسكر منتخبنا الوطني في الكويت. يمكن خليني اقول لك ايضا نبدا بقى بالمعسكر واليوم النهارده. يمكن النهارده هيكون في تمرين كمان، يعني على الساعه 5 بالظبط هيبدا التمرين. الفريق هيتحرك من اوتيل الساعه 4 وربع بالظبط. محمد صلاح في وفد خرج من الاوتيل من 5 دقائق بالظبط المطار لاستقبال محمد صلاح، مش هيكون مشارك في التمرين النهارده طبقا اللي قاله لي الكابتن محمد خالد غرابه مدير المنتخب الوطني. خليني اقول لك ايضا التدريبات، الانسجام، حاله من الهدوء في معسكر منتخبنا، دور مختلف، دور مقفول على الفريق، تامين كامل لبعث منتخبنا، باب بعيد عن الفندق خالص، باب من الباب الخلفي للفندق بيطلع منه اللعيبه وبينزل منه اللعيبه، ما فيش اي اختلاط باي حد، ما فيش اي تجمعات للعيبه خارج اطار الدور اللي فيه اللعيبه، حتى المطعم معمول مطعم مخصوص في الدور بتاعهم، تركيز كامل، الجهاز الفني مركز بشكل كبير جدا على المباراه وعاطي للمباراه اهميه الرسمي مش الودي. خلي لك ايضا يمكن موضوع عمر مرموش، كنت بتكلم مع استاذ محمد خالد غرابه دلوقتي بقول له هيكون هناك بديل لعمر مرموش ولا هيستقر الامور على الوضع الحالي؟ قال لي احنا ان شاء الله بعد تمرين النهارده هيكون في اجتماع للجهاز الفني هنحدد اذا كنا هنجيب حد او هنكتفي بالموجودين في معسكر الحالي في الكويت. عايزه برضو اتكلم معاك عن التدريب الاول لمنتخبنا الوطني الاول اللي طبعا اللي خاضوا امبارح فور وصول البعثه. احكي لي كده التدريب كان عامل ازاي، وهل يعني بانت اي تعليمات خاصه من المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول روي فيتوريا بالنسبه للعيبه امبارح؟ لا والله، امبارح انت عارفه كنا لسه واصلين، وصلنا الساعه 1، التمرين كان الساعه 7، يمكن اللعيبه ريحت شويه وبعد كده التمرين من 7 ل 8 ونص، ساعه ونص في اول تمرين بعد اجهاد، لكن التمرين ما كانش عليه حمل بدني تقيل، كان تمرين خفيف للعيبه، جري خفيف سلبي داخل الملعب، ما كانش فيه خططي، ما كانش فيه تكتيك في التمرين الاول لمنتخبنا الوطني، كان تمرين فريش كده للعيبه او فك عضلات للعيبه. لكن خليني اقول لك برضه هنا يعني ازمه التذاكر، يعني الساعه الرسميه للاستاد حمد جابر الصباح يعني الساعه حوالي 65 ل 55 من 60 ل 55 الف متفرج. يمكن اسعار التذاكر عامله مشكله للمصريين هنا، اسعارها بتبدا من 10 دينار ل 20 ل 30 حتى 50 دينار، وده رقم بيشتكي منه المصريين هنا. اللي اتباع لحد دلوقتي 20 الف تذكره. يمكن كنا بنتكلم من منذ قليل مع مؤيد شهاب، كابتن مؤيد شهاب المشرف العام على المباراه والرئيس اللجنه التنظيميه للمباراه، وقال احنا يعني الامور بنحاول نحلها خلال الثلاث ايام الجايين، هيحاول لو الامور ما كانش فيه بيع للتذاكر خلال المرحله اللي جايه هيحاول يقلل العدد. يمكن كان نواقف مع كابتن محمد غرابه دلوقتي بيتكلم معاه برضه عن هذه الازمه، وقال يعني هنحاول ان احنا نجيب بعض التذاكر الخاصه ببعثه المنتخب الوطني. يمكن الكابتن وليد العطار رئيس البعثه ومدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري متواجد في كل مشكله، متواجد منذ اول دقيقه خرجنا بيها من القاهره حتى المشكله. يمكن واقف منتظر اللعيبه دلوقتي للنزول التدريب. برضو اتكلمنا معاه في موضوع التذاكر ده وقال ان عنده اجتماع تنسيق مع اللجنه المنظمه وهيحاول يحل المشكله ديت، خاصه ان التذاكر عامله ازمه كبيره. يمكن الناس بتيجي على الاوتيل محتاجه تقابل اللعيبه، اللعيبه ما فيش حد بيقابل اللعيبه خالص، فعامله لهم ازمه طب نحضر الماتش. فدي المشكله اللي موجوده حاليا، وان شاء الله كابتن وليد العطار وكابتن محمد غراب يحاولوا يحلوها مع اللجنه المنظمه ان شاء الله. طيب اخيرا صراحه انا عايزه اعرف منك ازاي كان الاستقبال بالنسبه لبعثه منتخبنا الوطني الاول اللي وصلت امبارح للكويت، وكمان عايزه اعرف منك الاهتمام الاعلامي كان عامل ازاي؟
بصي اقول لك اهتمامي ليك بمنتخبنا الوطني الحقيقه، واستقبالي ليك بمنتخبنا الوطني، يمكن وصلنا واحده واحده وعشرة، كانت الناس كلها في طريقها للاوتيل، ما كانش فيه اي تاخير، ما كانش فيه، كان السفير موجود، سياده السفير اسامه شلتوت كان موجود في المطار، استقبل اللعيبه، جمع الجوازات، خلص في خلال 5 دقائق كان كل الناس بره، ما كملناش 10 دقائق كان كل الناس بره الفندق، بره المطار للفندق. خليني اقول لك ايضا الاهتمام الاعلامي اهتمام كبير جدا، يمكن كان في كلام برضو على تدريبه النهارده مقفوله برضو عن الاعلام، وكان استاذ محمد وكابتن محمد غرابه كان بيتكلم معايا انه بيحاول يتكلم مع مستر روي فيتوريا انه يفتح بدري للاعلام، بكره يكون بكره او بعده بالكثير يكون موجود تدريب مفتوح ربع ساعه، ووسائل الاعلام الكويتيه او اي وسيله اعلام صحفيه او كتابيه او جورنال يكون موجود يحضر تدريب المنتخب، فاحتمال النهارده يتحدد ان يكون بكره او بعده لوسائل الاعلام التدريب مفتوح ان شاء الله. وفي اهتمام كبير جدا هنا خارج الفندق، طبعا مش مسموح لحد يدخل الفندق خالص، خارج الفندق في صحفيين كويتيين بيدخلوا بيحاولوا ياخدوا اخبار للمنتخب، لكن برضو زي ما بقول لك الموضوع مقفول قوي، في سيطره على معسكر المنتخب سيطره كبيره جدا، يمكن اللعيبه مش ما بتظهرش خالص في اللوبي اللي احنا واقفين فيه، مفيش لعيبه بتظهر خالص، بينزلوا من باب خلفي للمتدريبات، بينزلوا ويطلعوا من نفس الباب، محدش بيحس بيهم خالص، متواجدين، يمكن في تامين كبير جدا من الشرطه الكويتيه، تامين كبير جدا جدا لمنتخبنا الوطني في الذهاب والعوده للملعب ومن العوده من المطار للفندق. شكرا ليك زميل العزيز صلاح العقدة، طبعا هنكون معاك أكيد على مدار الأيام اللي جاية دي عشان نعرف كل الأخبار والكواليس الخاصة ببعثة منتخبنا الوطني الأول المتواجد حاليا في الكويت.